أنبوب الغاز، أنا قرأت دراسة في معهد أكسفورد الأمريكي المتعلق بهذا الإطار، وهذه الدراسة كانت تشكك بإمكانية إيران على استكمال هذا المشروع لعدم حصولها على القدرة التمويلية، لأن المشروع يعني يتجاوز 6 مليار، يحتاج إلى دفعتين 5 إلى 6 مليار، قد يصل إلى 11 مليار حتى يصل يونان. فهو يعني ليس إيران لا تمتلك هذه القدرة المالية، خصوصا وأن انسحاب الشركة السويسرية التي كانت من المفترض أن تنجز المشروع عبر تركيا يعني جعل إيران تعود للاعتماد على شركات إيرانية في هذا الإطار صادم. فهذا إضافة إلى أن المشهد العراقي مشترك بين أمريكا وإيران، والمشهد السوري معقد، والمشهد اللبناني أيضا معقد، بدأ يتعقد بعد الأحداث الأخيرة يعني والمشاكل الاقتصادية التي حدثت له. أنا لا أعتقد أن هذا المشروع سيتم، يعني اللاعبون المحليون يعني الإقليميون في المنطقة قطر وتركيا كلها وروسيا، وجود روسيا أصلا في سوريا لا يسمح بهذا الموضوع. أستاذ أحمد، أنت عندك خط ناباكو من اللي يمتد من أذربيجان، هذا راح ينضرب بهذا المشروع الإيراني يعني. فلذلك أنا أجد أنه الطموح الإيراني مشروع، ولكن المشروع الإيراني يعني لا ليس طموحا، هكذا أرد الصورة.